انا اقف عند الجزئيه ديت. انت اكيد حضرتك متابع معانا موضوع المصري والاصابات اللي ده انا متابع المصري والانتاج معانا والاتحاد. لا ده انا طبعا انا يعني ما انت قاعد بره شويه كتير يعني، بس انا عشان انت حبيبي ربنا يخليك. لا طبعا الواحد بيسمع حاجات واتنين جالهم بعدين لا لا اصل ده مش عنده، لا ده عنده اشتباه. طب انا هقول لك على حاجه يعني، انا اخو مراتي من 5 ايام برضو قال لك ايه، كان هو عنده صداع في مخه. الله يبارك له الدكتور هشام ابو الدهب. قال لا كورونيت ايه اي حد يقول لك اشتباه كورونا عشان بس لا على صدره مش عارف ايه. فده اللي حصل مع معظم اللعيبه، يقول لك ايه جاله كورونا الصبح. لا لا المسحه غلط. لا لا يا جماعه في حاجه غلط في الاجهزه بصراحه. يعني ما تقنعنيش ان 17 مره واحده وبعدين يرجع يقول لك لا واحد ما فيهوش، لا اتنين فيه. ده برضو احس ان مفيش مصداقيه، حاسس انه في حاجه غريبه ان عايزين يكملوا الدوري. طب. اوكي.